السلام عليكم. لو احنا عايزين نحط الحدثيات بنروح لأنوتيت، بعد كده بقول له سبوت كوردريت، وببدأ أحط الحدثيات بتاعتي. طيب لو أنا عايز بقى نقط معينة أسجلها عندي أو أسجلها في السكادول، أو أنا عندي أعمدة، خلينا نحط مثلا ستراكشر كولوم. بالشكل دوت تمام. وعايز ابدا احط بقى الاحداثيات بتاعتهم الاكس والواي والزد. في اداه جميله جدا اهيت اسمها اد كوردينيت اكس واي زد كوردينيت تمام اهيت. بص بقى بيقول لي ايه، بيقول لي انت عايز اني كاتيجوري اللي هتضيف ليها، فهقول له انا عايز الاستراكشر كله، فادور على الاستراكشر داستير structure columns تمام. طيب هقول له اوكي، ضفهم له همت كلهم موجودين. خليني بقى اروح ل structure column. اوكي خليني اروح هنا للشيت واقول له نيو شيت، واقول له انا عايز اعمل ستراكشر كولوم. واقول له اوكي. تعالى بقى نبص هنا، هنلاقي ان هو ضاف لي الاكس والواي والزد، وممكن تضيف مثلا معاه اي معلومة تانية، وليكن مثلا التايب او ال، ممكن المارك. تعال نضيف دول ونضيف المارك تمام. المارك ممكن تعلم على كل واحد فيهم وتديله الرقم بتاعها، يا اما تعدلها من هنا، يا اما تعدلها من قلب اللوحة نفسها. تمام يعني ممكن تيجي تعمل سيلكت على دوت وتبدأ تديله رقم معين واحد، وبعد كده تشوفوا مثلا تدي له رقم 5 مثلا وهكذا. فيبقى انت عندك كل العناصر الموجودة في المشروع، اللي عايز تعرف الاكس والواي والزد بتاعتها سهل جدا ان انت تعملها من خلال الأداة ديت.